فيروس كورونا ما زال يثير جدلا وانقساما في الآراء بشأن كيفية التعامل معه، فدول عدة بدأت تخفيف القيود بعد تخفيف وتراجع وطأة الفيروس فيها كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها. أما في دول أخرى فالفيروس عاد ليضرب بقوة مخلفا عشرات الآلاف من الإصابات الجديدة، كما يحصل في الهند والولايات المتحدة والبرازيل وغيرها. واضطرت دول عدة لإعادة تشديد القيود خوفاً من تعرضها لموجة ثانية من الفيروس أقوى من سابقتها. فما الأسلوب الأمثل للتعامل مع فيروس كورونا؟ كيف يمكن تفادي الموجة الثانية؟ وهل على الدول إبقاء القيود المشددة أم أن الفتح التدريجي سينجح في الحفاظ على الأرواح والاقتصاد؟ ينضم إلينا من طبعاً لمناقشة هذا الملف ضيفنا من ليون اختصاصي علم الفيروسات الدكتور يحيى مكي عبد المؤمن، كما ينضم إلينا من بريشا رئيس قسم أمراض الدم في مستشفى سانتا أنا البروفيسور فؤاد قانصو. أهلاً بكما. أبدأ معك هذا الحوار دكتور يحيى مكي عبد المؤمن، رافقتمانا طيلة الأشهر الماضية في تحليل هذا الفيروس، وكل يوم هناك قصة جديدة، هناك دراسة جديدة أو بحث جديد ينسف ما اعتقدنا أننا نعرفه بشأن كيفية الإصابة، كيفية ربما التعاطي معه أو حتى كيفية تجنبه. إلى أي مدى تعتقد سيد عبد المؤمن بأن فيروس كورونا أصبح وراءنا؟ تحياتي لك وللضيف الكريم ولكل المشاهدين. نعم، كل يوم فيه أخبار جديدة، منشورات علمية جديدة، لأنه عندما انتشر في الصين كانت إلا أبحاث قليلة، أبحاث عن أعراض المرض، أبحاث ربما عن مكونات الجينات، حتى تحصلنا عن طريق المنظمة العالمية للصحة التحاليل البوليميرازي. لكن عندما انتشر بكثرة في أوروبا في أمريكا فالوسائل البحث قوية والمخابر والتسابق، فتقريبا ما يفوق 3500 نشر بحث علمي منشور. فاليوم نعم الفيروس عرفناه، لكن كل يوم نتعلم جديد منه، مثلا كم يبقى في الهواء، كم يبقى على البلاستيك، كم يبقى في الدراسات، مثلا دراسة جديدة كذلك كم بالخطورة النقل إذا التقينا في مقهى وشربنا قهوة أو شاي مع زملاء، كم عدد العدوى إذا ذهبنا إلى الحمام، إذا ذهبنا إلى المسبح. إلى فكل هذه المعطيات أثبتت لنا بأنه نعم ما زال الفيروس منتشر بخطورة جدا. التغيرات الجينية موجودة اليوم وأثبتت، وخاصة الطفرة 614 التي تتحكم في البروتين المسامير الخارجية التي تتقبل في الخلايا وتدخل الخلايا، ما تسمى الفيجن بروتين. فنعم الفيروس بدأنا نتأقلم معه، ربما نحن في أوروبا مع رفع الحجر الصحي التام تقريبا في إسبانيا إيطاليا فرنسا، لكن مع الحراسة المشددة مع المراقبة أي معدي جديد نبحث مع من كان وكيف نحمي الآخرين حتى لا ترجع لنا بؤرة جديدة أو موجة جديدة. لكن ما يصيب اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وكذلك دولنا العربية، الفيروس ما زال منتشر بكثرة سيدتي. مثلا إسبانيا منذ يومين أغلقت كل منطقة الباص، ما هي البرشلونة 200 ألف نسمة أغلقتها تماما. ألمانيا كذلك، فرنسا 302 بؤرة جديدة ظهرت لكن متحكم فيها لحد الآن. طيب دعنا نتعرف على الوضع في إيطاليا من خلال على الأقل منطقة بريشا بروفيسور فؤاد قانصو. إلى أي مدى مع التخفيف الذي يجري في إيطاليا، إلى أي مدى أصبح هناك ربما تعاطي أقل توتر مع هذا الفيروس في إيطاليا وهي أكثر الدول الأوروبية تضررا؟ حياكم الله وأهلا وسهلا فيك وبضيفك الكريم. صراحة يعني مثل ما أنتم عم تتابعوا الأخبار، يعني بإيطاليا الوضع إجمالا يعني جيد جدا، ما منا نقول ممتاز مشان ما نزيدها شوي بس، ولكن الوضع جيد جدا. يعني حالات الإصابات الجديدة هي حالات مش كتيرة نسبة لما مر علينا
كبلد موبوء، أول بلد موبوء بكل أوروبا. نحن هلأ أمام أنه 200 حالة إصابة جديدة يعني بالأيام هذه نسبة لعدد السكان، يعني عدد مقبول، وحالات الوفيات حالات ضئيلة جدا. بس نحن كمان ما لازم ننسى أنه الكورونا فيروس بعد ما انتهى، يعني بعده عم يشتغل شغله. بس ولكن نحن لاحظنا الشغلة مهمة جدا، يعني إيطاليا أنه نسبة يعني الناس اللي عم تنصاب هلأ بالكورونا معنا نسبة ضئيلة، بس ولكن كمية الفيروس الموجود بالجسم عند بعض الأشخاص المصابين هي كمية كمان ضئيلة جدا نسبة لما كنا شاهدناه بشهر فبراير أو مارس أو أبريل. لذلك نحن يعني هون بتعرفوا بإيطاليا كل شيء انفتح، يعني ما عادش في ولا مشكلة، عم نتعايش تماما مع وجود هالمرض اللعين بيناتنا مع أخذ كل الاحتياطات وكل الاحترازات. بس ولكن طبعا هذا شيء مهم، بس ولكن طبعا هذا بيدعينا كمان لنكون دائما حذرين أكثر وأكثر. طيب. لأنه نحن بعد ما بنعرف ديناميكية هذا الفيروس هذا. منظمة الصحة العالمية تحدثت سيد عبد المؤمن عن انتقال الفيروس عبر الهواء في حال استنشاقه. هي دراسة مرت علينا في الأشهر الماضية، تم التعامل معها بحذر شديد. لماذا العودة مرة أخرى والقول بأن الفيروس يمكن استنشاقه عبر الهواء؟ يعني هو كم يعيش إذا شخص يعني ألقى برذاذه في الهواء؟ نعم عندك حق سيدتي، وأشكرك لأنه تكلمنا فيه خاصة حتى في شهر أفريل أو مارس. المشكلة اليوم هو عدد كبير من العلماء بعثوا إلى المنظمة الصحة وقالوا لما لا تعلني هذا، بل أعلنت، ولماذا لو لم تعلن عنه لماذا طلبت من استعمال الأقنعة؟ استعمال الأقنعة لأن عرفنا بأنه حتى نطمئن المشاهد الكريم كما قال الأستاذ فؤاد من إيطاليا، لا نزيد هلا أن هذا الفيروس لا يتنقل كالبعوضة من مدينة إلى مدينة أو من حي إلى حي. هذا الفيروس إذا كان اثنان، شخص ألف مصاب وشخص باء غير مصاب، وما بيناتهم تقريبا أقل من متر أو متر ونصف، فإذا عطس أو سعل أو أخرج منه الرذاذ أو فهنا يستطيع أن يعدي أخاه، وهنا الفيروس يبقى في المكان العطس أو كان في مصعد أو في مكان مغلق وعطس، يستطيع أن يبقى ما دام هذا الرذاذ وهذا النذاء موجود تقريبا إلى 24 ساعة في المكان الذي عطس فيه إن كان البرد. لكن اليوم نحن في فصل الصيف والجو جاف كثيرا، لكن لا يتصل إلى 20 متر أو 30 متر، لكن في الاحتكاك ما بين الأشخاص والتقارب هنا العدوى تكون. فأؤكد هذا حتى وإن 300 عالم بعثوا برسالة إلى المنظمة العالمية للصحة أو إلى الصين وقالوا لماذا لا تعلني، لا يتنقل عن الهواء. يتنقل عن الهواء إذا كان فيه مروحية أو مكيف أو مبرد في إدارة مكيف مركزي، وإنسان مريض أصيب وعطس أمام مكيف، فيستطيع المكيف أن يستقطب الفيروس وينقله عن طريق كل فتحات المكيفات في الغرف الأخرى أو القاعات أو هذا نعم، لكن لكي لا يتنقل عن الهواء بتاتا، ليس كالريح او كالعصافير. طيب او كالفراخ. طيب. هذا لازم توضيحه فعلا. طيب بروفيسور قانصو، المخاوف من موجه ثانيه كما يعني تقول منظمه الصحه العالميه والعديد من الجهات الصحيه، هل تعتقدون بانه وارد؟ ما مدى استبعادك ل أن تكون الجولة الثانية أو الموجة الثانية من كورونا أكثر إلاما كما يتوقع البعض؟ يعني صراحة نحن هذا الحكي هيدا بعده كله استنتاجات مش أكثر ولا أقل، لأنه نحن أصلا بعد ما خلصنا من الموجة الأولى لحتى نبلش نفكر بالموجة الثانية. هيدا من ناحية. من ناحية تانية طبعا أنتم مثل ما بتعرفوا، مثل ما تفضل كمان زميلنا، في دراسات كتير، ومثل ما بتعرفوا كل البلاد عم تعمل دراساتها، وكل يوم بيظهر دراسة جديدة يعني بتغير لنا من معلوماتنا اللي كانت موجودة عنا قبل. هلأ آخر الدراسات اللي نحن شفناها هذا بهذا الأسبوع هيدا بتقول كمان، يعني في دراسة مهمة جدا من 3 أيام ظهرت بستوكهولم بالسويد، بتقول هالدراسة إنه كتير من الأشخاص يلي ما عندهم حتى يعني مضادات حيوية من الذين يعني أصيبوا من العدوى وشوفوا أو إنه حتى ما كانوا مريضين، بس ولكن تعرضوا للفيروس وكونوا يعني مضادات حيوية. هول يعني وغيرهم من الناس اللي ما عندهم مضادات حيوية صار عندهم نوع من الحماية لهيدا الفيروس هيدا. لذلك نحن بنقول نحن بنتوقع إذا بحال صار
يعني موجة تانية. أنا توقعاتي الشخصية واعتبارات اللي عم نشوفها هون قدامنا إنه ما حتكون آسيا مثل ما كانت يعني بأول موجة، باعتبار إنه الفيروس صار معروف والفيروس بمكان ما فقد يعني بعض الشيء، فقد طيب. بعض الشيء من قوته أيضا. أنطلق من هذه النقطة، أنت كررتها مرتين بروفيسور قانصو، إلى أي مدى تعتقد سيد عبد المؤمن بأن الفيروس وبأن الطفرة الجينية في الفيروس فعلا تغيرت ولم يعد بتلك القوة أو بتلك الشراسة التي ظهر بها قبل نحو 6 أشهر؟ نعم، أثبت هذا كذلك أبحاث، وخاصة أن النسخة التي ضربت أوروبا وبداية بإيطاليا كما قال الأستاذ قانصو، ومرورا بكل الدول الأوروبية والإصابات الكبيرة في بريطانيا وخاصة الولايات المتحدة، فالتغير الجيني في الذي يتحكم في البروتين سين أس في 614 كان حمض نووي، حمض غليتاميك أصبحت غليسين، وهذا ما العلماء يقولون بأن هذه الخطورة التي ربما أظهرت بأن هذا الفيروس الشرس يتكاثر ما يفوق 10 مرات وسرعة تكاثره تقريبا 20 مرة في الانتشار. لكن لو سمحتي لي أتوجه إلى المشاهد الكريم في الدول العربية. تفضل. كما قال الأستاذ قانصو، ربما نحن ما زلنا في الموجة الأولى، فإذا لم يسغى شعبنا العربي من الخليج إلى المحيط واستعمال القناع سيدتي الكريمة، سوف تكون لنا لا قدر الله كارثة، لأننا سوف لا نستطيع أن نحمي نفسنا ونقف العدوى الأولى، وسوف يكون لا دخول مدرسي ولا دخول جامعي، ولا لأن العدوى ما زالت منتشرة في الدول العربية. المملكة العربية السعودية تقريبا ما يفوق 120 في إصابات، مصر حدث والحرج، الجزائر، ربما الدول القليلة تونس والمغرب وإخواننا إفريقيا مورا الصحراء. فلازم على شعوب، يعني اليوم لسنا اللقاح موجود لحد الساعة، فأغتنم الفرصة أنه أيها المواطن الكريم، مشاهد الكريم الفاضل، عليك بالقناع وتطهير الأيدي حتى نتفادى ونقف الفيروس كما أجري اليوم في إيطاليا، وأبشر بالخير بأنه تعافت إيطاليا كذلك فرنسا، فلماذا تتعافى مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية حتى نعود لدخول جامعي ومدرسي وحياة جديدة؟ لأنه لو بقى الفيروس سيدتي في الدول العربية بهذا الكثافة، نعم، سوف تكون موجة ثانية لا مفر منها سيدتي الكريمة. طيب، ما رأيك في هذه النقطة دكتور قانصو؟ ما احنا كمان بنرجع بنجدد انه لكل يعني اهلنا وين ما كان، انه الوقايه والحمايه هي افضل طريقه. نحن هلا هون تعودنا انه صرنا نحن والماسك يعني جسد واحد وجسم واحد، ما بتتخلى لا الماسك بيتخلى عننا ولا نحن كمان بنتخلى عن الماسك، بدنا نتعايش نحن وهذا الظرف الجديد هيدا، وعمليه التباعد شوي الاجتماعي بين الاشخاص مهمه جدا جدا. مثل ما بتعرفوا ما في دواء للفيروس الكورونا لحد هلا، وما في حتى لقاح للفيروس الكورونا، ولكن الدواء الوحيد هو أخذ الحيطة والحذر والانتباه، ونستطيع يعني في غسل اليدين وفي غيره من الإرشادات التي تعطيها المنظمات الصحية أو إنه كل الأنظمة الصحية والإرشادات الصحية هي يعني كفيلة لحد الآن إنه تمنع من يعني انتشار المرض بهيدا الوضع اللي نحن عليه موجود بأمريكا أو بالبرازيل أو بغيرها من الدول. شكرا جزيلا لك بروفيسور فؤاد قانصو من بريشيا، رئيس قسم أمراض الدم في مستشفى سانت أنا، وأيضا الشكر للدكتور يحيى مكي عبد المؤمن اختصاصي علم الفيروسات من ليون. شكرا جزيلا لكما.